غادي نوريكم كيفاش تصايبوا واحد ثلاثة شلاضات مغربية بسيطة وصحية، ترافقوا بهم السمك، ترافقوا بهم المشويات، تحطوا وقت اللي نتوما شقات لكم او تناسبكم. المهم غنبداو على بركة الله. غنحتاجو هنا الدنجال كبير، فلفلة، طماطم، البصل، فلفلة حارة اللي تيحبها، الربيع مقطع رقيق، الكامون، ثوم محكوك ولا مدقوق، حامض معصر، زيت الزيتون، هنا غنصاوب واحد الشرمولة بالملوخية. اللي ما تيبغيش الملوخية مع اللحم كي يقلب الطريقة. زوينة، شوية ثوم، كامون، شوية الحامض، زيت الزيتون، البزار، وإلا كان القزبر حبوب يمكن لكم حتى هو تستعملوه. النكهة والفائدة اللي فيه، كنجيبو الملوخية كتكون باقا سخونة، معرفش واش كتشوف، بعد ما سالينا من الملوخية نحطو على جيل، غنحطو هاد الدنجال يتشوى ومن بعد نطلقها. واحد النصيحة، ملي كتكون هاد البصلة الحمراء دائما قشرو هاد القشرة الرقيقة لي الفوق لمالي الشمش، احتفظو بها ديروها في الوصفات ديال الشعر، كتعطي واحد اللون زوين وكتحمي الشعر. وفي نفس الوقت اللي لاحظت اللي كتجيهم هذيك الحبوبه اللي كنقولوا لها ديك المدفونه اللي كتنوض تحت الجلد، ديك كتدق هي وحب برشات، وكتوضع لبخه دار فوق شي فاصم ولا شي حاجه وكيخليها تبات عليها، ما كتخليش الميته ديالها. هذا الشيء اللي كنقول لكم راه من الكتوبه ومن التجربه الشخصية، أو شي حاجة اللي كتجربوها الناس اللي هما تيكونوا قراب مني بزاف. واحد الفكرة، ملي كتبغيو مطيشة كتبغيو ديرو بها شلاضة، ما كنشدوهاش، نعصروها هكذا باش متتميش وتطلق لينا الماء ملي تنبقى وخلاو محطوطة، تنديرو لها هكا، تنحيدو لها. دائما لو ديروا شلاضه اختاروا مطيشه تكون طايبه وهشيشه، هي اللي كتطلع لكم شلاضه زوينه. كاش قلنا دائما ملي نقشر الطماطم استعملوها نحتفظوا بالماء والقشره، غنوريكم ان شاء الله كيفاش تستخدموه. كنقطعوا المطيشه هكا مكعبات صغيره، بعد ما تشوى الدنجال كتحس ملي كنبركو عليه كنلقاو هكا رطب بحال السفنجة. كنجيو كنقشرو هكدا، منضيعوش، كنهزو هاد القشرة اللي فوق، شتيها؟
هاي الفلفله حتى هي بعد ما تشوات كنجيبوا شي بواطه ولا شي حاجه. انا ما كنحبش نستعمل بلاستيك، كنديرها هكا نسد عليها كيرجع عليها داك البخار ديالها كتنقى بسهوله. نحطها على جنب، نكمل تنقيه الدنجال. جد نجي هكا باقي سخون كنفتحوه على أربعة، ما عرفش واش كتشوفوا هكا. وكنديروا عليها الثوم وهو باقي سخون بحال هكا طيب في وسط منه. كنكبوا عليها، اصلا نتوما راني كاتبه عليها انا الزيت باش ما تتاكسدش. صافي ونحطوه يبرد، نجمعوه هكا نجمعوه هكا على الثومه ونخليوه يبرد. هاي الفلفلة تتنقى بسهولة، شوفي دائما نقيو الفلفلة بشوية ما تغسلوهاش. كنقطع الفلفله هي مكعبات رقيقه، نقطع المعدنوس. دائما ملي كتبغيو تقطعوا المعدنوس الشلاطه ما تقطعوش وتعاودوا، جمعوه مزيان باش يبقى محافظ على اللون ديالو والنكهه ديالو. ما تقطعوش وتعاودوا، تقطيعه واحده صافي، ما ديروش هكا وديروا فوق منها هكا، مره واحده صافي هكا. قطعت الفلفله حاره، اللي كيف الفلفله حاره ما تيبغيش ما يديرهاش. ها كيفاش تشلطوا البصله الا بغيتوا ديروها في الشلاطه، ماشي ديرها فوق القطاعه وقرد. ها كيفاش علمتنا ملي كنقطعوها هاك، من بعد كتبداو تمشيو هكا بالعكس، هي كتبدا تقطع بوحدها ثاني كتمشيو هكا بالعكس، الموس مايل شي شويه. كتمشيو هكا الموس مايل، من بعد كتردو هكا عاوتاني مايل الموس. شفتو شوفو كيف كاش كيجي التقطاع ديال البصله الشلاطه. كوبو الزيت هكا على البصله باش ما توليش ملي تبقى محطوطه الشلاطه ملي نجيو، ولكن دائما الشلاطه ما تحركوهاش وما ديروش فيها الملحه حتى تبغيوها، واخا تبقى حتى يوم يومين في الثلاجه ما كتخسرش. المهم شرط وما تحطوش شي بارد على شي سخون، الفلفله تحطوها بارده، البصله تكبو عليه الزيت وتكبو عليها الحامض حتى هو اللي بغيتو. المهم الاساسي هو الزيت صافي، وتغطيوها. تا تبغيو تستعملوها عاد ديروا ليها القوام اللي تبغيو. كنضيفوا عليها واحد شويه ديال المعدنوس مقطع رقيق،
شويه الفلفله كنديروا شلاضه ماروكان غير الكامون، هذه هي الشلاضه الحقيقيه، والملح الحامض. انا ما كنديرش الخل، كنكبو دائما فوق الفلفله. بطبيعه الحال الملح حتى هو نحطو هكذا فوق الفلفله، لان الملح الى قاس مطيشه كتميه، والشلاضه الى حركتو بقات محطوطه كتطلق الماء. من الاحسن حتى تبغيوها واخا تجلسي يوم يومين كما قلت لكم، ما تتخسرش هكا، غطيوها في الثلاجه حتى تحتاجوها. من بعد برد الدنجيل كنجيبو هك كنحطو ليه مطيشة، كنحطو الفلفلة شوية، نحطو معدنوس، فليفلة الحارة. يمكن كنديرو حتى الخضرة، أنا اختاريت الحمراء باش ندير اللوينات. العطرية كنضيف كامون، الزيت، شوية البزار ماشي بزاف، الملح بطبيعة الحال، ديما الملح ما تحطوش فوق المطيشة. صافي تنحطوها هكا في الثلاجة حتى كنحتاجوها. هما السلطه ديالنا جاهزين، هذه الملوخيه زوقتها بهذه الخضره اللي كنت راه درت لكم فيديو كيفاش ترقدوها. هذه السلطه ديال الدنجال، هذه السلطه ماروكان.